سنة 10 و12 يقول الشوطار واحنا ما ورانا شيء وان شاء الله ان هذا المساء نستضيفكم عندنا في الطائف وبكره نطلع لكم على الشهر ولا على الهدى ومن هناك نودع على بني سعد احد يبغى يشارك ترى المجال مفتوح نبي نروح لل الحقيقه قبل ما يجيك ابو رايد الليله جميله جدا انا شفت الوطن وخليت الوطن قدام انا اعرف مع اولاد ناهس معهم ناس من الرحاب وانا اعرف الان ناس من ثقيف من سفيان ومن الحميان انا اعرف معنا الشيخ الازوري ومعنا ابناء عمومه مبروسات ايضا الخريطه فبالتالي رحم الله من اخر ووحد هذا الوطن بهذا الشكل اليوم احنا ننتقل من مكان الى مكان من اقصى بلاد ناهس حتى اقصى بلاد ابو ولا في الشمال في امن وامان فالدعاء لمن اسس هذا الكيان المملكه العربيه السعوديه الملكات العزيزه المشاركات مفتوحه ولكم تاخذون وقت مستقطع عليه العشاء الامر لكم العشاء وصل طيب نجعل وقت الاستقرار الله يحييكم مليون زي ما قال ابو عبد الرحمن مليار وان شاء الله تتكرر مثل هذه المناسبات ومثل هذه اللقاءات اللي يختلط فيها المسك مع العنبر القصيد مع الحكمه مع الموعظه مع الكلام الجميل حياكم الله جميعا وبعد قليل ان شاء الله ندعوكم للعشاء حياكم الله